فينا. مش حابب السؤال اللي خلاص لبنية أحلى. لبنية أحلى، أنا أقول البنت أحلى. خلينا نشوف آراء الشباب وريبورتاج عن التصوير ونرجع تاني. والله التصوير حاليا في الكويت يعني منتشر بشكل كبير، وما شاء الله الشباب يعني في تطور ووصلوا للعالمية، يعني عندنا شباب اخذ جوائز عالمية بالمجال. والله الفوتوشوب حاليا يعني اي مصور ما يستغنى عن الفوتوشوب، لازم الفوتوشوب يعني لازم ياخذ له دورة الفوتوشوب حق المصورين. المصور فوتوغرافي، بديت تصوير فوتوغرافي من سنة 1994 الى اليوم. طبعا بديت كتصوير فوتوغرافي، اليوم صار التصوير تصوير ديجيتال، ولكن يسمى تصوير فوتوغرافي ايضا لانه يعتمد على الصوره الثابته. التصوير الديجيتال طبعا له حسناته ولا مساوئه. التصوير الديجيتال اصبح نوع من التوفير، صار يوفر على المصور المواد اللي كان يستخدمها قبل من افلام، من تحميض بالتعامل مع المطابع. اليوم المصور هو يصور بكاميرته ويقعد على جهاز الكمبيوتر أو جهاز اللابتوب، يشوف الصورة اللي صورها أو في البداية يشوفها بالكاميرا إذا عجبتها أو لا، فيصور كثر ما يقدر. قبل كنا يعني محصورين ب 36 صورة بالفيلم. البرامج الموجودة اليوم أصلا ممكن تصور طير، لكن أنت تركب السماء من خلفه، ممكن تركب ماي من تركب الماي، انعكاس الطير على الماي، يعني الصورة كلها بديت بصورة الطير ولكن انتهيت بمنظر طبيعي. تصوير يعتبر نوع من أنواع الفن الحديث، نقدر نقول الحديث، ينقل إحساس المصور لما يراه بعينه مجردة يعني، وينقلها بطريقة معينة كصورة يعني وكذي. بالعكس أنا أشوف أن البرامج هذه سهلت ويعني توفر كثير من الوقت يعني، وتعطي صور ونتائج ممتازة. مع الأسف الجهات الرقابية ماخذة تصوير كأنها جريمة، يعني تخيل أن تروح تصور أماكن طبيعية أو أماكن عامة وكذي، يونك سيكيورتي أو المسؤولين عن المكان هذا يقولك ممنوع التصوير وممنوع ما أدري إيش وكذي. فالشغلة هذه الوحيدة اللي قاعد تواجهنا بالكويت، فإحنا قاعد نعطي انعكاس عن دولة ديرتنا يعني، نعطي صور جميلة عن الكويت وكذي، فليش تمنعون الشباب من الشغلة هذه؟ يعني هذا الشغل بالعكس تساعد من رفع اسم الديرة، لأن إحنا قاعد نعرض الصور بمواقع عالمية، مسابقات عالمية، فنتمنى أن يصير في تسهيلات شوية بالنسبة للأماكن هذه. هواية حلوة يعني، حلو الواحد أن يستغل هذه الهواية في وقت فراغه، وأنا عن نفسي حبيتها لأن يعني تساعدني أن أنا أترجم الأفكار اللي تكون ببالي أن أنا أترجمها بصورة. هي طبعا كل مرة تطلع يعني كاميرات يدد، عدسات يدد، بس أنه هو التصوير يعني التصوير هو نفسه ما تغير، الإنسان نفسه هو اللي غير التصوير من ناحية التميز، من ناحية الاجتهاد وكذي. أنا أأيد الفوتوشوب لأن يعني الواحد لما يصور يعني مثلا أنا أصور صورة ما تطلع لي كاملة، فأنا لازم بالفوتوشوب عشان أعدل الألوان، أسوي كروب يعني أضبطها عشان تطلع صورة بشكل حلو أن الواحد يطالعها ويستمتع بالصورة. أنا كمصورة وكبنية تحوشني مشاكل، خاصة لما أطلع برا يعني يوقفون ناس يعني في يعني مضايقات، في مثلا يعني نروح أماكن ممنوع التصوير وكذي، ففي مضايقات. فأنا كل صوري أصورها داخل البيت أحسن من أنا أطلع برا وأصور. طبعا النقلة اللي صارت من الفيلم إلى الديجيتال سهلت على ناس شغلات وايد، منها توفير المال، لأنه صار الحين بس الواحد ياخذ الكاميرا والتحميض، ما يحتاج تحميض، يبدأ يختار صوره عن طريق الكمبيوتر نفسه اللي يبيها. أما أول كان الأفلام شوي صعبة، يعني بالفيلم واحد 6-7 صور تطلع منه من أصل 36 صورة، ومكلفة عملية التحميض والمواد اللي تساعد على التصوير. هذه البرامج سهلت على الناس أيضا هواية التصوير، وإنه يوصلون فيها إلى مستوى الاحتراف عن طريق تعديل الصور، حتى لو كان الشخص ما عنده العدسات أو الإمكانيات اللي يقدر يوصل فيها إلى الصور الاحترافية، يقدر يستغل برامج التعديل في أنه يعدل صوره وخليها صور يعني توصل إلى الاحترافية. المشاكل الرئيسية اللي نتعب فيها تصوير مثلا المباني، لازم يكون فيها تصريح ولازم يكون فيها شغلات وايد معقدة، واحد ممكن أنه يتأثر فيها، حتى عنده إبداعات، عنده أفكار وده يسويها، لكن هذه شغلات ممكن أن تحد من إبداعاته. وبس بالنسبة حق يعني أنا أشوفها صعوبات، لا ما هي صعوبات، يقدر الواحد أنه يطور من نفسه في مجال ثاني، مو شرط المجال اللي هو نوعا ما محصور أو محدود في الكويت في المجمعات وغيره. ساعات أن المجتمع ما يتقبل أن بنية ممكن تروح تصور،
تطلع يعني بمكان يعني بالشارع ممكن نصور أو شيء ممكن في ناس يضايقونا. والله الفوتوشوب لعب دوره الصراحة، ساعات يعني غير من الصورة يعني من اليمين يوديها لليسار، من الشرق يوديها للغرب، بس يعني هم من كل مصور ونظرته يعني حق الصورة، ساعات يحتاج إنه يستخدم فيها الفوتوشوب وساعات ما يحتاج. ما بين مؤيد وما بين معارض للفوتوشوب أكيد مصورين ومصورات كتير بيأيدوا أو حتى بيعارضوا، وعايزين نعرف أراءكم على موضوع حلقتنا عن الابتسامة الحلوة والضحكة والصورة الأحلى من بعد الفاصل.